مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الثاني عشر متقدم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معا دروس التفاضل. في الحصة السابقة درسنا مع بعض متوسط معدل التغير، وعرفنا ما الذي يساويه متوسط معدل التغير لأي دالة. أمامك الآن متوسط معدل التغير للدالة F بالنسبة للمتغير X عندما تتغير قيمة X من A إلى B، يعني X تنتمي للفترة المغلقة A و B. كيف نحسب متوسط معدل التغير؟ من خلال هذا القانون، ويرمز لمتوسط معدل التغير بالرمز دلتا F على دلتا X، يعني دلتا F على دلتا X تساوي F of B ناقص F of A على B ناقص A. يبقى ده متوسط معدل التغير. طيب ايه موضوعنا الجديد اليوم؟ متوسط معدل التغير هل يمثل شيء آخر؟ هل يمثل بالنسبة لنا شيئا آخر؟ تعال نشوف من خلال هذا العرض ما الذي يمثله متوسط معدل التغير بالنسبة للدالة هندسيا. تعال نشوف مع بعض، خليك معايا. في عندنا حاجة اسمها قاطع المنحنى. قاطع المنحنى يعني أنا مرسم منحنى زي ده الآن، أنت شايف المنحنى أمامك الآن، هذا الخط المستقيم قطع هذا المنحنى في النقطة A والنقطة B، فبنسميه قاطع منحنى الدالة. ده منحنى الدالة، المستقيم ده بنسميه قاطع المنحنى. يبقى قاطع المنحنى هو مستقيم يقطع منحنى الدالة في نقطتين، منحنى الدالة F of X. نفس الكلام، ده منحنى الدالة اللي باللون الأحمر ده، ده قاطع منحنى الدالة، مستقيم قطع منحنى الدالة في النقطة A والنقطة B. نفس الكلام، منحنى الدالة Y تساوي F of X اللي هو هذا المنحنى، هذا المستقيم قطع هذا المنحنى في النقطة A والنقطة B، بنسميه قاطع المنحنى. إذن المستقيم المار بنقطتين على المنحنى يسمى قاطع المنحنى. طيب تعال نشوف الآن مثال غاية في الأهمية هيوصل لك المعنى اللي عاوزين نصل إليه، إن هو اللي هو متوسط معدل التغير ماذا يعني بالنسبة لنا. تعال نشوف مع بعض من خلال هذا المثال. تمام، كلام خدناه قبل كده بيقول من الشكل المرسوم أدناه أوجد متوسط معدل التغير للدالة F of X في الفترة من 0 إلى 2.5. طيب منحنى الدالة أمام، خلي بالك الدالة موجودة الآن. إحنا كما تعلمنا إن عشان حتى نوجد متوسط معدل التغير عندنا قانون إحنا حافظينه اللي هو دلتا F على دلتا X تساوي شرطة كسر فوق F of B اللي هي دي يعني اللي هي 2.5 ناقص F of A اللي هي بصفر على 2.5 ناقص 0، وأنا المطلوب مني متوسط معدل التغير. طيب كتبنا الآن القانون F of 2.5. كيف نجيب قيمة F of 2.5؟ طبعا أنا الدالة موجودة عندي فممكن أجيبها من الدالة، لكن افترض أن الدالة مش موجودة هتجيبها من الرسم. 2.5 يعني X ب 2.5 هنا 2.5، تقوم تطلع الآن امشي امشي لحد ما توصل للدالة. الدالة هنا، طب تقريبا الدالة بكام؟ هتبقى قيمة هنا تقريبية، تقريبا 1.75 تقريبا، بس هتبقى تقريبية لو ان الدالة مش موجودة عندك. لكن طالما الدالة موجودة عندك إذن انت تستطيع ايجاد قيمة فعلية من خلال التعويض في الدالة، هو ده اللي هيعمله الآن. راح عوض طلع له 1.75 ناقص X تساوي 0. لما X تساوي 0 انزل كده من الرسم واضحة على طول سالب 2. طب لو إن طالب جابها من الدالة برضو هتطلع سالب 2. طب وتحت 2.5 ناقص 0 ب 2.5، ونبدأ نجيب متوسط معدل التغير لهذه الدالة يطلع ب 1.5 باستخدام الحاسبة.
تمام يا شباب؟ يبقى حصلنا على متوسط معدل التغير كما تعلمنا في الحصة السابقة. ايه الجديد الآن؟ تعال نبص مع بعض كده. هذا نفس هذا المنحنى. لو جينا على هذا المنحنى وأخذنا نقطتين، نقطة عند x تساوي 0 اطلع لي النقطة دي، 0 النقطة دي عبارة عن 0 وسالب 2، 0 وكم؟ 0 وسالب 2 اللي هي النقطة، ولتكن النقطة A. تعال ناخد نقطة كمان على هذا المستقيم ولتكن النقطة B اللي هي النقطة عندما x تساوي 2.5. هناخد نقطة تانية، هو جاب النقطة الأولى اهي اللي هي عندما x تساوي 0 الواي بتساوي سالب 2، فدي النقطة A الآن. تعال نجيب الآن النقطة، إحداثيات النقطة B. نفترض دي النقطة B، زي ما قلنا قبل كده الدالة موجودة عندك، يمكنك إيجاد الإجابة بالضبط. لو الدالة مش مكتوبة عندك بتروح من عند 2.5 تطلع هنا وتروح كده تجيب قيمة تقريبية، يبقى النقطة B هنجيب إحداثيتها 2.5 و1.75. جبنا النقطة B. تعال نتذكر زمان لما أقول لك الآن أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين دول اللي احنا لسه قايلين من شوية، هذا المستقيم هنسميه ايه؟ قاطع للمنحنى، لأنه قطع المنحنى في نقطتين. هل نقدر نجيب ميل هذا الخط المستقيم؟ أيوة نستطيع طبعا إيجاده. كنا زمان نستطيع إيجاد ميل أي خط مستقيم إذا كان عليه نقطتين معلومتين. طب ما أنت عندك نقطة A إحداثيتها معروفة ونقطة B إحداثيتها معروفة وكلاهما تقعان على هذا المستقيم، إذا نستطيع إيجاد الميل. والميل حافظين قانونه من زمان، واي 2 ناقص واي 1 واي 2 واي 2 دي واي 2 اهي ناقص واي 1 سالب 2 على اكس 2 اللي هي 2.5 ناقص اكس 1، يطلع الجواب 1.5. لما تيجي تركز جدا بين هذا وبين هذا تجد نفس الحل بالضبط. ما معنى ذلك؟ ماذا تستفيد من هذا وذاك؟ تستفيد أن متوسط معدل التغير هو نفسه ميل قاطع منحنى الدالة عند النقطتين اللي هو اداهم لك في السؤال قيم الإكس. إذن نستفيد من هذا المثال أن متوسط معدل التغير معناه الهندسي أنه يمثل ميل قاطع منحنى هذه الدالة عند النقطتين A و F of A و B و F of B. إذن اللي يجيب متوسط معدل التغير كأنه حصل على ميل قاطع منحنى الدالة. يعني إيه قاطع منحنى الدالة؟ يعني قطع منحنى الدالة في نقطتين. يبقى ده بنسميه المعنى الهندسي لمتوسط معدل التغير. طيب تعال نشوف هذا المثال. بيقول لي استعمل النقطتين، مدين النقطة B 23 و 150، يعني X1 23 XY1 ب 150، ومدين النقطة Q 45 و 340. وبيقول لي احسب متوسط معدل التغير لدالة تكاثر ذباب الفاكهة في المختبر وإيجاد ميل القاطع. خلي بالك بقى الآن، هو عاوز ميل القاطع اللي هو نفسه يمثل متوسط معدل التغير خلال الفترة من 23 إلى 45. يبقى إذن يا جماعة لما يطلب ميل القاطع كأنه طالب متوسط معدل التغير، فبدأ يكتب متوسط معدل التغير اللي هو نفسه ميل القاطع يساوي F of 45 ناقص F of 23. ما انت الآن في الفترة من 23 إلى 45، يعني دي الـ A ودي الـ B. طيب وتحت 45 ناقص 23 اللي هي X2 ناقص X1. طيب F of 45 يعني لما الـ X بـ 45 الـ Y بكام؟ 340. يبقى F of 45 بـ 340 ناقص 150 على 22، ويطلع الجواب تقريبا 8.6. هذا اللي احنا جبناه متوسط معدل التغير. هذا متوسط معدل التغير
هو نفسه مين القاطع اللي قطع منحنى الدالة عند النقطتين بي وكيو. اهو هيوضح لك الكلام من الرسم. دي دالة ذباب الفاكهة، نمو ذباب الفاكهة. قطع هذه الدالة القاطع عند النقطة بي 23 وعند النقطة كيو. لو أنا جبت ميل هذا القاطع كأني جبت متوسط معدل التغير، لو جبت متوسط معدل التغير كأني جبت ميل هذا القاطع، وهو عاوز ميل هذا القاطع، فإحنا بهذه الطريقة يعتبر جبناه. إذن يا جماعة، إذا جبنا متوسط معدل التغير كأننا جبنا ميل القاطع، يبقى في ارتباط بين متوسط معدل التغير وبين ميل قاطع منحنى الدالة، أن كلاهما نفس الشيء، بس ده بنسميه معنى هندسي لمتوسط معدل التغير. هتروح الآن على هذا التمرين، هتكتبه زي ما هو أمامك كده الآن، وتبدأ تجيب ميل كل من المستقيمات. المستقيم الأول بي كيو 1، فين بي؟ بي أهي. طبعا هو هنا عاوز إجابات تقديرية لأنه ما أعطلكش الدالة، نتفاهم مع بعض. يعني البي هنا هتبقى تقريبا بكام؟ البي الاكس ب20، الواي بكام؟ تقريبا قول مثلا ب630، 645 قدرها. يبقى النقطة هتروح هنا على جنب الأول، تكتب النقطة بي والنقطة كيو 4 وكيو 3 وكيو 2 وكيو 1، وانت بتعرف تجيب الميل واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص 1، وتبدأ تطلع هذه الميول، وكما اتفقنا دائما ترسل الحلول. ان شاء الله حلولك تكون صحيحة، وبكده يبقى واجبنا ان شاء الله في صفحة 64 سؤال رقم 8. خلاصة الدرس اليوم أن متوسط معدل التغير هو نفسه ميل قاطع منحنى الدالة حسب الفترة اللي هو بيديها لك أو قيم إكس اللي هو بيعطيها لك. وبكده خلصنا درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العقل تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر، بلاد نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري. الراح بالفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا، بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا.